رغم التغيرات اللي تصير في الحياة واللي حولك، هذه العبادة القلبية هي الصبر على الابتلاءات المتتالية عليك. والصبر مثل ما قالوا الكثير من العلماء هو خلق كريم يمنع من فعل ما لا يحسن، وقيل هو تجرع الغصة من غير عبس، وقيل تحمل البلوى من غير شكوى. أحيانا للأسف الإنسان يسأل نفسه، ليش الله سبحانه وتعالى يبتليني أنا؟ ترى الابتلاء من سنة الله سبحانه وتعالى ومن سنة الحياة، لابد أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس عشان يعلم الصادق من الكاذب، المؤمن من الكافر، الصابر من العاجز والجازع، وليميز كل فريق عن الآخر، يميز الله الخبيثة من الطيب. الأهم هو أنت ليش شايف أنك أنت بس اللي مبتلى من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ تأمل التاريخ، مواقف حياة الناس اللي حولك وكل من حولك، ما في أي إنسان بهذه الدنيا إلا والله سبحانه وتعالى حط الابتلاء في طريقه بنوع من أنواع الابتلاء، إما في نفسه أو عافيته أو ماله أو أهله وأقاربه وعياله. ما في إنسان تخلو حياته من الابتلاءات. فالابتلاء قصة طويلة وتاريخ ممتد، بدأ منذ أن نزلت لا إله إلا الله في هذه الدنيا، وأن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض، لابد من الابتلاء حتى لا يكون الإيمان مجرد ادعاء يناله كل من ادعى وخلاص دون أن يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ليش أنت تعتقد أنك أنت مو زين وأنك أنت شخص سيء لما تبتلى؟ أكيد أنا مو زين عشان كذي الله سبحانه وتعالى ابتلاني، أكيد أنا سويت هالفعل عشان كذي الله سبحانه وتعالى حط لي هذه المشكلة وهذه المصيبة وهذه الابتلاء. لا، أنت لا تسخط من الله سبحانه وتعالى، وهذه علامة على عدم الرضا. وللأنبياء ترى هم أكرم الخلق وأفضلهم، وأفضل من مشوا في هذه الأرض هم الأنبياء، مثل ما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وطالما أنك أنت موجود وعايش بهذه الدنيا فلا بد أنه يصيبك شيء من الابتلاء مثل ما أصابه. طالما إحنا عايشين بهذه الدنيا لا بد أن يصيبنا كدرها وبلاءها. من يظن أنه عايش عمره سالم وحياته منعمة من غير تنغيص فهو للأسف ما يعرف حقيقة هذه الدنيا بالضبط. خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأغذاء والأكدار. دائما نقول يا صبر أيوب، دائما أي مشكلتينا أي مصيبتينا ونقول يا صبر أيوب. زين يا صبر أيوب، وحنا عارف قصته، هل اتعظنا من قصته؟ هل اتعظنا من الأمور اللي موجودة في قصة أيوب عليه السلام؟ وهذه من أكثر القصص اللي تعلم الإنسان الصبر على الابتلاء. تحمل نبي الله سبحانه وتعالى أيوب شيء مستحيل أحد يقدر أن يتحمله، وبالرغم من ذلك نبينا أيوب ما جزع وما يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل ظل صابر على هذا البلاء وتصبر على هذا الابتلاء. أرجوك، أنا ما بيك تسمع القصة بس بدونك وتطلع وسلام عليكم، أنا بيك تسمع هذه القصة بهذه المرة بقلبك وكانها أول مرة تسمعها. كان نبي الله أيوب غني وعنده الكثير من الخير، وكان قوي البنية وصحته جدا جميلة وجيدة، وكان عنده أبناء، وكان يحمد الله سبحانه وتعالى دائما على النعم اللي الله سبحانه وتعالى أنعمها عليه. وتغيرت الأحوال ودارت الدنيا، وابتلى الله سبحانه وتعالى النبي أيوب بعدة ابتلاءات متتالية، ضاع ماله وأرضه، أصيب بعدها بالمرض وكان المرض شديد، ولم يبقى شيء سليم في جسده سوى قلبه ولسانه، راحوا عنه عياله، ما بقى له شيء من الدنيا. ولما عرفوا أهل المدينة بمرض سيدنا أيوب عليه السلام خافوا من العدوى، فللأسف اطردوه من هذه المدينة حتى بلد للأسف ما عنده، وما حد شفق عليه إلا زوجته اللي رفضت أن هي تتركه في هذه المحنة، وظلت معاه تخدمه وتساعده بالرغم من كل الابتلاءات اللي حلت بسيدنا أيوب عليه السلام، لأنه كان يشعر بالحرج من هو يدعى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء. وإحنا لما يحوشنا الابتلاء على طول نفرش السيادة وندعو الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه السلام كان يقدر يسوي هذا الأمر، لكنه كان ينحرج من الله سبحانه وتعالى، لأنه كان ينظر إلى نظرة جدا عميقة. الله سبحانه وتعالى أنعم علي بنعم كثيرة وأنا حامد،
وشاكر الله سبحانه وتعالى عشان ابتلاء بسيط أتذمر وارفع وأقول يا رب شافني وعافني. والله سبحانه وتعالى هو معطيني نعم كثيرة، ودائما أيوب عليه السلام يحمد الله كل يوم ويشكره على نعمته. الحين سيدنا أيوب عليه السلام للأسف طلع من مدينته هو وزوجته، ما عنده مأمن، ما عنده مسكن، ما عنده أكل، ما عنده شرب. فزوجته ما وقفت مكتوفة الأيدي، كانت تخرج العمل في المنازل عشان تأخذ الفلوس عشان تعيش نفسها وتعيش زوجها. فكانت تنفق على زوجها المريض، ولما يعرفون الناس أن هذه المرأة هي زوجة أيوب كانوا يطردونها، يخافون أن ممكن هي حاملة العدوى، وما تعاديهم. ظل سيدنا أيوب صابر، وزوجته كذلك كانت صابرة. وفي يوم من الأيام زوجة سيدنا أيوب عليه السلام قامت بشيء عجيب، شيء مستحيل الإنسان يقدر يسويه. قصت شعرها وقامت تبيع هذا الشعر. ليش؟ عشان تأخذ المال وتصرف على نفسها وعلى سيدنا أيوب عليه السلام. في يوم من الأيام ولما عادت للمنزل، لمنزل أيوب عليه السلام اللي هو خارج المدينة ومعها الطعام، سألها سيدنا أيوب عليه السلام: أنت من وين جايبة هذا الطعام؟ وأنا عارفك أنت ما عندك فلوس ولا تشتغلين. فرد أيوب عليه السلام أكثر من مرة وقال له وأصر أنه يتجاوبه. فكشفت عن شعرها وشاف سيدنا أيوب أنه قص شعرها وباعته عشان تجيب له الطعام. حزتها سيدنا أيوب عليه السلام، رفع إيده وقام يدعو الله سبحانه وتعالى وهو يشعر بالخجل، وأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى وأنه يرفع عنه البلاء. وأيوب إذ نادى ربه، هذه الآية الكل حافظها والكل سامعها، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. يا رب أنا مسني الضر، ناديتك يا رب وأنا خلاص وصلت لمرحلة أنه خلاص ماني قادر أنا أتحمل، أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنت تشوف حالي يا رب، إذا أنا فعلا أستحق أنك أنت تشافيني فأنت أرحم الراحمين، لكن إذا شفتني أنا صابر ومتصابر ولي الأجر فأنت هم أرحم الراحمين. تبي تخليني كذي يا رب أنت أرحم الراحمين، تبي تشافيني أنت أرحم الراحمين. حتى بدعاء كان مهذب وكان جميل وكان في أدب مع الله سبحانه وتعالى، ما قال يا رب اشفيني، قال يا رب أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بعد هذه المسافة الطويلة من الابتلاء، أيوب عليه السلام 18 سنة صابر على هذا الابتلاء. احنا اليوم لو يحوشنا مرض ممكن شهر او شهرين نيأس ونحزن ونقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ونقول يا رب ليش انا بالذات وليش سويت فيني كذي وليه اكيد انا سويت شيء سيء. ايوب عليه السلام لنا فيه قدوة ولنا فيه صورة حسنة. 18 سنة اقسم بالله العظيم لو اقول لك سنة اصبر مثل ما صبر ايوب ما راح تقدر. بتقول لي هذا نبي له معجزات، اقول لك انا معاك نبي وله معجزات، لكن الله سبحانه وتعالى لما دعاه أيوب عليه السلام شنو قال له؟ فاستجبنا له. فالله سبحانه وتعالى دائما يستجيب. حاشتك مشكلة، حاشك ابتلاء، مشاكل حاوطتك من كل مكان، لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، افرش سجادتك. الله سبحانه وتعالى ترى ما قال لنا أن بس وقت الصلاة تقدرون تكلمون.